موضوع الحقيقة مدرسة فاضلة في المنصورة. هذه المدرسة كان ليها تكريم كمدرسة مثالية السنة اللي فاتت، ولكن توقفت عن العمل وتوقفت عن العمل وليست توقفت توقفت عن العمل بسبب رقصة مع زمايلها في رحلة دينية نيلية، وليست دينية عفوا، رحلة نيلية في النيل مع زمايلها وزملاتها. واحد قرر يصورها ويحطها على السوشيال ميديا بدون علمها، والفيديو ده انتشر وانتشر بقوة وبوظ لها مستقبلها نهائيا. طب أولا ليه إحنا ضد الرأس مبدئيا؟ لأنه أنا مش روج للرأس، ولكن الناس ما كانش فيها، لو حضرتك بصيت على الفيديو الموضوع ما فيهوش أي نوع من أنواع الابتذال، بالعكس يعني هي واحدة ومتنبسط وفي وسط أجواء عادية جدا صباحية، حضرتك ما مسكتهاش بترقص في الفصل مثلا. مدرسة ده حاجة شخصية ورحلة شخصية ليس ليها أي علاقة بكونها مدرسة. مديرية الأمن قررت تحويلها هي وأربعة آخرين للتحقيق وقررت وقفها، وإحنا الحقيقة عايزين نضع هذا السؤال على السوشيال ميديا ونقول لكم من فضلكم قولوا لنا رأيكم، يعني ليه حاجة زي كده ممكن تحصل على هذا الكم الكبير من الجدل على السوشيال ميديا وهي حاجة شخصية؟ هل كونها مدرسة بيمنعها أن هي تنبسط مع زمايلها في رحلة نيلية في النيل؟ هل يستحق هذا الموضوع كل هذا الجدل وكل هذا هذه المشكلة ووقف مستقبل مدرسة فاضلة أخذ التكريم السنة اللي فاتت؟ سؤال مهم أعتقد إحنا محتاجين منكم تشاركونا رأيكم فيه. أنا حابب الحقيقة أتكلم على نقطة تانية في هذا الموضوع، وهي فكرة الخصوصية. هو يعني النهاردة ايه فكرة ان انت تصور حد بدون اذنه وبدون ما هو يقولك صورني، وبعدين تدي الحرية لنفسك وتدي السماح لنفسك ان انت تحط الصور او تحط الفيديوهات على الفيسبوك؟ هو انت خلاص عشان معاك حتة موبايل في كاميرا بقى من حقك تعمل اي حاجة؟ انا بتمنى ان يبقى في تشريع قانوني لفكرة الخصوصية. انا ما قلتلكش حطلي صوري وانا برقص، انا النهاردة في حفلة خاصة في حاجة خاصة، احنا مالنا ومال يعني مالنا ومالها. قالك اصل كانت رحلة للاطفال، لا ما كانتش رحلة للاطفال، هي وزمايلها ترقص ما ترقص دي حريتها الشخصية. يقولك احمد بشوقي قال لك كاد المعلم ان يكون رسولا، يا عم واحد الله انت بتتكلم في ايه؟ يعني احنا انت مالكش دعوه بخصوصياتها، وبعدين انت النهارده تقول لي اصل انا صورتها، طب ما تشوف مين اللي صور. يعني انت النهارده عايز تعاقب واحده عشان طلعت رحله ورقصت مع زمايلها، ومش عايز تعاقب الشخص اللي ما عندوش ضمير وصور فيديو ونشره على الفيسبوك ويشوه سمعه الناس؟ هي دي، هو ده بقى العدل؟ لا طبعا. انا بتمنى من السادة مجلس النواب ان يبقى في تشريع قانوني يبقى خاص بفكرة الخصوصية. مش من حقك، مش من حقك. انا كلمني يعني كان مدرسة بتكلمني فبتقول لي في مدرسة لغات كبيرة جدا المدرسة كانت في الفصل بتعمل بعض الحاجات مع الأطفال، ففي يبدو ان هي شكلها بترقص، يعني فاهم عارفين احنا ساعات بنعلم الأطفال مش عارف هنغني الغنوة الفلانية وبيبقى في حركات معينة، وفجأت ان حد من العمال ماسك الموبايل وبيصورها. لولا طبعا مسكو كان زمان اهي دي كمان كان زمانها مش اترفدت، ده كان زمانها شنعوا بيها وقال لك اوعى يا عم وبيعلموا اولادنا مش عارف ايه وحاجات كده خالص. فانا بتكلم في فكره الخصوصيه. انت مالك يا عم، انت مالك يا عم، ناس طالعه رحله، ناس طالعه تنبسط، احنا مالناش دعوه. انت ما بتحبش الرقص ما ترقص، انت ما بتحبش الاغاني ما تسمعهاش انت، لكن ما تفرضش نفسك على المجتمع خاصة. يعني ايه علاقة وزارة التربية والتعليم بناس رايحة تتفسح مش تبع الحكومة مش تبع الوزارة ولا تبع المدرسة؟ يعني انا مش فاهم برضو يعني فكرة العنترية. انا بشوف ان الفكر الراجعي اللي موجود وموجود اكتر داخل المدارس بالاكتر هو اللي بسببه بتحصل مشاكل كبيرة جدا. هل من قانون يحمي خصوصية الناس؟ يعني انا بقى النهاردة انا بشكل شخصي ببقى خايف ان انا رايح صحيح. مكان حد يقعد يعمل كده ولا انت مالك يا عم؟ يمكن انا شكلي نازل من بيتنا بلبسي مش كويس ومش عايز اتصور فيديو، يعني اتصورني ليه اصلا من غير فين الخصوصيه؟
لا، وبقت السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي او اليوتيوب بقت اداه للتخويف. يعني مش معقول انه نتدخل في حياه الناس الخصوصيه لمجرد نحصل على شويه لايكات ولا شويه فيور شيب زياده ولا شويه فلوس ساعات بتدخل على الفيديوهات اللي بتتشاف بصوره كبيره، ندمر مستقبل الاشخاص. يعني مش طبيعي ابدا انه يكون ده نتيجه مدرسه او خروجه شخصيه لشخص في حياته العاديه. يعني اولا قبل ما حضرتك تحط فيديو لحد لازم تفكر ازاي هتأذي الشخص ده، وان الشخص ده حقيقي ممكن يتأذي اذى كبير جدا يأثر على مستقبله بالكامل، خصوصا ان هي مش اي مدرسة. يعني مدرسة كمان كانت مثالية وتكرمت كمدرسة مثالية في السنة اللي فاتت. فيعني اعتقد موضوع زي كده موضوع بقى بيخوف، خصوصا ان زي ما اسحاق كان بيقول الموبايلات بقت اداة للتخويف أكتر ما هي أداة يعني تساعد الناس إن هي تعيش حياة طبيعية وعادية. فكرة يعني هي فكرة التخويف أو مسك أداة اللي هي السوشيال ميديا، إن أنا أخوفك بيها، للأسف بقى يحصل مع ناس كتير. وإحنا لسه من يومين كنا بنتكلم، البنت راحت انتحرت عشان ركبوا لها صور. على فكرة كله متشابك وكله شبه بعضه، يعني اوعى تقول لي ده موضوع وده ده شبه ده. فكرة كسر الخصوصية، فكرة الابتزاز، فكرة مجتمع بيقدر فكرة الشكل بس. هم ادوها المعلمة المثالية لأن البنت فعلا مدرسة نفسها، مدرسة محترمة ومدرسة كويسة وبتخدم الأطفال بشكل كويس جدا. وأنا كنت قريت، أنا مش متأكد من المعلومة دي، إن هي عاملة ده بشكل تطوعي وما بتاخدش فلوس من المدرسة، فتم تكريمها. إذن هي على قدر من التعليم، على قدر من الثقافة، على قدر من الأخلاق. كون إن أنت الأخلاق بالنسبة لك محسومة، إن ده ما يبقاش عنده أخلاق وشكل ده ما يبقاش عنده أخلاق، دي حاجة خاصة بيك أنت. أرجوك نجرم. أنت النهاردة بتبقى راكب في محطة المترو، تبقى ماسك مثلا بتاع كده بتتفرج مثلا على ماتش كورة. أقول لك اللي بيحصل، أنت واقف في المترو فبتتفرج على ماتش كورة عشان ما لحقتش تتفرج عليه في البيت، تلاقي ثلاثة أربعة بيقول لك إيه يا عم كنت صدها، يا حمي دي كانت سهله الصد. تلاقي ايه كلهم معاك في الـ في الـ في الموبايل، مفيش خصوصيه. تلاقي انت مثلا قاعد على الفيسبوك يقول لك اعمل لها لايك دي شكلها حلو، مفيش خصوصيه. احنا عندنا فكره الخصوصيه صفر، فكره الناس اللي بتروج افكار جاهليه وافكار غريبه وافكار عجيبه بقت هي المنتشره، بقت هي الاكبر، بقت هي اللي بتسيطر اكتر على عقول الناس. كنت اتمنى ان وزاره التربيه والتعليم، ان المدرسه اللي شغاله فيها لا تنساق ورا الناس اللي بتتبنى افكار رجعيه. انا ارجوكم، احنا مش عايزين السوشيال ميديا هي اللي تحكم المجتمع، مش عايزين السوشيال ميديا هي اللي تحكم قراراتنا، لأن السوشيال ميديا فيها كتير من الفبركة، فيها كتير من المدعين، فيها كتير من الناس الأفقين، فيها كتير من الجهلة، فيها كتير من العصبية. أرجوكم لازم، أنا بشوف إن لازم قانون يبقى عنوانه الكبير كده هو حماية الخصوصية. المشكلة مش مشكلة أثرت عليها مهنيا فقط، ولكن أيضا أسريا. يعني حضرتك تخيل أولادها كل لازم يطلعوا كل ما يقولوا ماما إيه مش كفاية كان كده، كل ده يعني مع جوزها سببت لها مشكلة. السيدة الفاضلة خرجت في تصريحات لأحد الجرائد بتتكلم إنه الموضوع ما كانش فقط موضوع مهني ولكن أيضا أثر على أسرتها. إحنا بنأثر يا جماعة على حياة أشخاص الشخصية، إحنا بنتدخل مش بس في هم بيعملوا إيه في مهنتهم، ولكن بيعملوا بنتدخل بنعملهم مشاكل في حياتهم الشخصية، في أسرتهم، في عيالهم، مع عيالهم، مع شركائهم في الحياة. لازم نكون مسؤولين أكتر من كده، ولازم كمان فعلا الإدارة التعليمية تنظر إن إذا كانت الموضوع خارج نطاق المدرسة فمن حقها تماما ان هي تعيش حياتها الطبيعية زيها زي اي مواطن موجود. يعني حضرتك او ايا كان موجود في الادارة التعليمية، لما بيروح فرح ولا بيروح حفلة ولا بيروح اي حاجة بيقعد، عشان هو في الادارة التعليمية يعني بيقعد ساكت؟ يعني ما طبيعي حياتنا الشخصية كلها بنمارسها بشكل طبيعي بعيد عن اشغالنا في الاطار المحترم. احنا مش بنروج مرة اخرى لانه دي حاجة متاحة او مباحة في المجتمع، ولكن حضرتك مش صح ان حضرتك تحكم على الاخرين بالمظهر. مش معنى ان هي في رحله نيليه بترقص مع زمايلها يبقى هي غير منضبطه في شغلها، ده هذا لا يعني ذلك بالمره. بعدين ايه اللي شوه صوره المجتمع في الموضوع؟ انا بقول لكم في ناس بتاخد المواضيع اللي سكك كبيره قوي، الحق
صورة المجتمع بتبوظ. يا عم صورة المجتمع ما هي احنا ليه بنقعد نضحك على بعض وليه دايما بنحب الكلام المنمق وليه دايما عايزين الكلام الحلو المتلون ان الناس كلها بقت كيوت وجميله واموره والناس كلها بتحب بعض وزي الفل. ده شوف ده انا بشوف ان المدارس دي يعني بيئه خصبه جدا 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 جدا، المدرسين والناس بيئه خصبه جدا للتعصب، خاصه المدارس اللي تبع الحكومه. اسالوا، انا يمكن محتك كتير جدا باصدقاء مدرسين، يعني اسالوا المدرسين، وبيئه خصبه جدا جدا لفكرة التعصب. أرجوكم بلاش الأفكار الرجعية، أرجوكم إحنا مجتمع بيحاول يتقدم. ده إحنا لسه الخبر اللي فات بيقولك حاطين صورة ماري مرقص والقديسة فيرينا في الم... إذن إحنا مجتمع ناوي ياخد خطوات حلوة، مش عايزين يبقى الدولة بتجري في ناحية وإحنا بنشد من ناحية تانية للرجعية والجهل والتسلط وعدم احترام الخصوصية. أرجوكم يعني ده اللي إحنا عايزين نقوله النهاردة، وأنا أحب أسمع رأي حضراتكم، وهنقراه كله على صفحتنا سي تي في ايجيبت او حلقه او صفحه برنامج صباح النور.